عسلامة ومرحبا بكم في سلسلة Python for Absolute Beginners. معكم حسام الدين من قناة DevBrains. في السلسلة هذه باش نتعلموا مع بعضنا أساسيات البايثون. دونك إذا كنت ما عندك حتى فكرة على البايثون، هذه هي السلسلة المناسبة لك أنت باش تتعلم البايثون من الصفر. إذا كنت تعرف شوية ألغوريتميك، هذايا حاجة بلوس باش تعاونك باش تفهم. دونك كونتينيو السلسلة متاعنا 100%. اذا باش نبداو اول حاجه بالانستالاسيون والبروغرام الاولاني باش نكتبوه بالبايثون نتاعنا. باش نستاليو البايثون على البي سي ام باش نشوفو الانستالاسيون مرحله بمرحله. كذلك بعد باش نتعداو للبايثون بيسكس اللي هما لي فاريابل لي تيب دو دوني كستاندار لي كومونتير اي لي اوبيراتور. من بعديك باش نتعداو لي ستركتور دو دوني اللي هما بلو افونسي كيما لي ليست لي ديكسيونير لي توبل اي لي سيت. بعديك نتعداو للflow control اللي هما conditional statements والloops اللي هما لي بوكل واللي conditions، وفي الأخير باش نكملو باللي functions متاعنا. كذلك باش نشوفو des examples pratiques في السلسلة متاعنا، باش نصنعو program يحسب لي موايان والمونسيون، وكذلك باش نقترح عليكم في آخر السلسلة أفكار متاع مشاريع أو دي program تنجمو تخدموهم من الحاجات اللي تعلمتوهم من السلسلة Python for Absolute Beginners. إذا ما بقى لي كان باش نقول لكم زورونا على devbrains.in باش تلقاو لي زارتيكل والكود اللي باش نكتبوه في كل فيديو. دونك ديما خلي لكم لي ليان للارتيكل اللي باش نكتبوه لكم، ونحضر لكم كذلك دي تشالنج على كل فيديو تقريبا باش تتاكد اللي انت فهمت. دونك كونتينيو الفيديو متاعنا، نتمنى لكم متابعه طيبه وان شاء الله تستفادوا من السلسله هذه. نراكم بخير ان شاء الله في الفيديو الجاي.